اكبر متابعه الحاله الوبائيه بجهه سلياده، كيف ما تعرفوا تطور الوضع الوبائي بالجهه خاصه في معتمديه الكريب وسيدي برويس. تم معناها تركيز اليوم مخبر ميداني عسكري بجهه سلياده للقيام بالتحاليل والتقريب معناها الخدمات لجهه سلياده بصفه عامه. المخبر هذايا الاوبجيكتيف انه باش يقوم يوميا ما بين 150 و200 تحليل، ناخذ نجي الصباح ناخذ النتائج نتاعها في نفس اليوم، وذاك علاش حبينا باش نجموا نحصروا الوباء خاصه في معتمديه الكريب سيدي برويس. انطلقنا في التحاليل الميدانيه بفرق معناها متنقله وكذلك بفرق على نطاق المستشفيات يقوموا بالتحاليل في السواليتيس رابيد والا لي بي سي ار واللي باش يجيبوهم للابراتوار هذايا.